السلام عليكم شباب. اليوم غادي نجاوب على واحد السؤال اللي كيسالوه بزاف من الشباب اللي كيترينيو في الفيتنس او البودي بيلدين. طبيعه الحال ما كنتكلمش على الشباب البروفيشنال، كنهضر على الجيم والفيتنس. هي كمية البروتين اللي يحتاجها جسم الانسان او كمية البروتين اللي كنحتاجها انا من بعد التمرين. النقطة اللي خاصنا نتفهموا عليها هي اول حاجة ان جسم الانسان قد ما عطيتيه من البروتين غادي يمتص، لان جسم الانسان ما كيحتاجش البروتين غير في بناء العضلات، ولكن كيحتاجه في واحد العملية الثانية اللي من بينها انتاج الاحماض الامينية. السؤال اللي خاصنا نسولوه هي كمية البروتين اللي يحتاجها جسمي انا كمتدرب باش يكون عندي واحد البناء عضلي. هنا هذا هو السؤال الصحيح والجواب هو كالتالي. الدراسات اثبتت ان جسم الانسان كيحتاج 30 غرام في الوجبة من البروتين باش الانسان يحصل على واحد بناء عضلي سليم. والنتيجة كانت عن واحد التجربة اللي كانوا داروا فيها ثلاثة ديال المجموعات. المجموعة الأولى كان فيها كيتعطاهم 10 غرام من البروتين 8 مرات، يعني كل ساعة ونصف لمدة 12 ساعة. المجموعة الثانية كانت تعطاهم على 4 مرات اللي هي 20 غرام بروتين كل 4 ساعات، والمجموعة الثالثة كانت تعطاهم على 2 مرات 40 غرام كل 6 ساعات. والنتائج بينات بأنه أحسن استجابة عضلية من حيث استخدام البروتين هي عند المجموعة الثانية اللي كانت تأخذ 20 غرام من البروتين كل 4 ساعات. وهذا كان هو المعيار اللي خذوه عالميا، بحيث أنهم كيستخدموا كيقول لك لازم أنك تأخذ 30 غرام كل 4 ساعات، يعني 30 غرام كل وجبة كتاخذها في اليوم.